العربي من خلينا نقول 1000 سنه قبل الاسلام الى قبل 400 سنه 500 سنه، خلينا نقول يعني فوق على الاقل 2000 سنه يستعمل في الحرب، 2000 سنه يستعمل بس في الحرب، تخصص 2000 سنه تخصص معركه. ما في شيء عبر التاريخ، لا حديث، لا قران، لا حديث قدسي، لا شعر تكلم عن جمال الخير. ما جبار جمال ابدا ابدا، انما يرى قوه. فجمال الخيل جمال قوه، الجمال اللي احنا نسميه جمال هذا لو على الرزياء هذا شيء مستحدث، كررناها مليون مره، هذا واقع ما تنكره. انا شخص مكلف من قبل دوله اخرى لي افعل شيء معين وفعلته، شيء خير معين جزت لي يا اخي حلو عجبتني، خدته وحطيته، ما لك قاعد كل شيء تفرج عليه، حطيت سباق بينها، مسابقات بينها، وحطيت مواصفات معينه ادعيت انها صحيحه والعرب خالفوني فيها، انا ارى اني طورت حصان عربي، هم يرون اني خربت حصان عربي، هنا ارى. لكن الواقع يقول انك اخذت حصان من موقع معين الى موقع اخر، فاللي كان موجود هو الاساس مو انت الاساس، طورت هذا رايك، هم يرون انك خربت، ترى انه جميل هذا رايك، هم يرون انك ضعيف، ضعفت فترى ان الضعيف جميل. هنا شيء مستحدث. كان في النقطه الاولى القفز موجود عبر التاريخ، ما في مثلا كان في مسابقات قفز لكن الناس كانوا يقفزون، يعني مثلا صيد الثعالب في قفز في انجلترا قبل اختراع القفز هذا، شجر مدري عادي كان في صيد الثعالب يطلعون الناس، بس كان في كان موجود في المعركه لما تنصر شيء معين، الخندق عكرمه واللي معه طمروا الخندق، قفز الخندق، قعقاع بن عمرو يطمر الباب يوم فتحت الفرس وفتحت الروم، فالقفز موجود، سباق السرعه موجود بشكل او باخر، التحام موجود، لان ما تركب حصان 6 ساعات كان يكون حصان 6 ساعات بمعركه. جميع الاشياء اللي نسويها حاليا مشتقه من اشياء موجوده عبر التاريخ، يعني نسويها بطريقه او باخرى لكنها موجوده، لكن عبر التاريخ ما في شيء اسمه مسابقه جمال. يعني هات حصان خلي اشوف جمال، وتقول لي والله قاودت حصان ووريته فلان، اكيد قاعد توري القوه، يعني زي الثوربيد ما بيقودون يورونك اياه حصان زين ومو زين في المزاد، زي العربي، زي الانجليزي، هذا عرض، هذا عرض الحصان لك لغرض معين. لكن الجمال اللي انت ترى جمال هنا جمال قوه، شوف حركه، شوف قوته، شوف ثقله، شوف المعركه، هذا جمال اخر. المواصفات اللي انت تراها جمال حاليا او نراها جمال حاليا مو خلينا نقول يخالفونها، ما هي موجوده اصلا، ما حد تكلم عنها. يعني كلمني بمنطق، انا اقول لك ما خلوا شيء تكلموا فيه، حتى الحافر تكلموا فيه، الذيل تكلموا فيه. وانت استدبرته سد فرجه بضعف فويق الارض ليس بعزلي، اذا استدبرته سد فرجه بضعف اي طويل فويق الارض، من صار طويل ميزه، بس اذا لمس الارض عيب، فويق الارض يعني فوق الارض بشوي، ليس بعزلي الميلان عيب، من يكون ذيل ماي، واكثر الخيل حاليا العربيه الواو ذيل ماي اعزل، لكن تقدر طبعا ما دخل صار هنا مجرد شيء مو مستحب يعني، لكن بشكل عام ما خلوا شيء يتكلموا فيه، ليش ما تتكلموا في النقطه هذه؟ ما ردين، اما انه مو موجود اصلا او انه عيب انك رد منطق، بس انا ما ارى لا هذا ولا هذا رد صحيح، انا ارى انه موجود شيء موجود، وحتى قد ارى انه ميزه، او يعني ما ابغى اقول ميزه صح، او يعني خلينا نقول مثلا شيء افضل من الخيل الاوروبيه، لكن خلينا نقول انها شيء يعني موجود في الخيل العربيه كثره، لكن ما يرون الشيء اللي مو مهم بالنسبه لهم. زي ما تقول شخص شاري جيب بيشتري جيب للبار، ومن ضمن الاشياء اللي في الجيب في البر هذا انه خلينا نقول المسجل عنده صوت عالي، او خلينا مثلا مسجل حقه يشغل سيديات مو بس كاسيت، هو راعي بر حتى ما يشغل مكيف شو بيك، ما جاب طاري اصلا الموضوع، ما فكر في الراديو ولا سال عن الناس، يوم جاب لك الجيب قلت والله ما شاء الله الراديو في سي دي، هو بدا ينشكل، هو وصل في سي دي وعرف السي دي وبدا يعرف الكفت كله، بدا يركز في اللي بغى يشتري جيب الموديل الجاي السنه الجايه بيشتري موديل جديد، بيقول ها في سي دي ولا مو في سي دي؟ ما يسال عن الماكينه، واحد يسال عن الجير، ولا يسال عن الحوض، ولا يسال عن الدبل، ولا يسال عن الكفرات، يسال عن السي دي. هذا اللي صار في العرب بعد ما عرفوا ان العجم يبغون النقطتين هذه في الخيل. طلعت المقمع، انتهى الركوب العربي ككر وفر، صار مجرد اقتحام وطق بالبندق وبعدين انزلوا الطق. الموهبه موجوده، الخبره موجوده، بس الاسلوب تغير. والعجم اظهروا حبهم للخيل العربيه بشكل قوي جدا، يعني مفاجئ، من تماما ما احنا معترفين لك الى عطني كل خيلك. فالعرب لاحظوا ان العجم يبغون نقطتين في الخيل بس، ابغى الشوال وابغى الفلسه، فتغير منطقهم كله. لكن كررت كثير كم مقاطع، طبعا الناس لما اقول رايي مقاطع يعني
وجها لوجه لما كان النقطة هذا، أنا قلت ناقشني فيما قلت، لا تقولني ما لم أقل ثم تحجني فيه. ناقشني بما قلت، أنا قلت لك قبل ظهور المقمع، قبل ظهور البارود نلعب، يمكن يقتلهم سيف ورمح. ناقشني فيه. أذكر بشكل آخر، قبل دخول الأجانب في الجزيرة العربية وبداية شرائهم للخيل، سواء الأجانب من أوروبا أو المصريين. ناقشني فيه. مستحيل. مستحيل. لاحظ لما يقول مستحيل تلقاه يعني منطقيا، لو ما نقول مستحيل، خلينا نقول شوي نادر ما تكلموا عنه، ما تعيب يعني لو قلنا انهم نادر ما يتكلمون عن الاشياء اللي احنا نسميها جمال في نفس الاشوال اللي هي نادر ما تكلمون، ما تعيب، شوف نادر ما يتكلمون عنها، مو مهمه يعني. انا ممكن ادرك ما اتكلم عنها ابدا، ما في، شوف مستحيل انك تلقى شيء عنها بشكل واضح، ما في رد الا رد واحد. انا اعطيك رد منطقي واقعي، اعطيك يعني تاريخيه، مثلا تاريخيه، انا اقول لك انه كان يستعمل لغرض معين، الغرض المعين هذا انقرض راح، فقالوا نجيب غرض جديد تجاريا جيد وحلو ومبسوطين الحمد لله، حلو استمر، هذا اللي اقولك اياه، انا ايدك الان، انا انصحك استمر، بس لا تغير تاريخ وتغير واقع عشان حصانك، على كيفك. انت قل زي الثربد مثلا، يجيك على الثربد يقول لا خيل عربيه خيل سباق السرعه، يجيك واحد راعي قفص يقول لا خيل العربيه هي خيل قفص. الواقع واقع، زي ما قلنا، انت ترى انها اجمل هذا رايك، ترى انها اصل هذا رايك، ترى انها افضل هذا رايك، باقي السياسه اصلها خاصه، اما انها عربي اكثر هم على كيفك. العربي الحقيقي هو الجزيره العربيه، الافريقي الحقيقي هو افريقيا، الاوروبي الحقيقي هو اوروبا، الامريكي الحقيقي هو امريكا، الهند الاحمر. ف بشكل عام انا ما ارى في قوي وضعيف، طبعا تقاطع تكلمت عنها، تكلمت عن ميدي مربوع قوي، هذه يرجع للشخص المقطع، جبت لي احسن الميديو احسن المربوع واحسن القوي، هنا نتناقش على الوضع، كل حصان احسن في شيء، القوي احسن في الامور اللي فيها عضل، الميدي احسن في الامور اللي تحتاج يعني خفه في الحركه ومد، يعني ما تبغى ضرب ضرب هبد هبد، والمربوع جيد في الاشياء اللي تحتاج خفه جسميه بس سرعه حركيه، يعني جسميا خفيف ويضرب ضرب وقد ضربه، مسافات قصيره امور زي هذه قد يعني يكون مثلا 40 50 60 كم قد يكون جيد فيها. طبعا نزلات بعض الحالات قد يكون جيد فيها، عندك تلاحظ خيل الايرلنديين زي اللي بين البوني وبين الحصان زي السيسي كذا او شيء زي كذا، اللي يطلع او بين السيسي والحصان بوني يطلع جبل ضخام وثوره يركبون خيل تقول بونيه زي خيل المغول، طلعات ونزلات كذلك، خيل المغول كلها هضاب، يكون خيل بهضاب، خيل مربوع افضل في هذا، فكل حصان احسن لغرض معين. اذا تبغى تكلمني في نقطه ما دخل في النقطه هذه اللي هي قوي وجميل، انا ما ارى في شيء اسمه قوي وجميل، انا ارى في قوي وضعيف، والضعيف نختلف فيه اسميه قبيح وتسميه جميل، والقوي نختلف فيه تسميه انت قبيح وانا اسميه جميل. فالقوي والضعيف ما يبغى شيء، الضعيف احسن في الامور تحتاج تضعف، على سبيل المثال جمال حاليا نسميه جمال، او يعني كشخه، او تركب حصان شكل بس، يعني تبغى تركب حصان عشان الناس يشوفونك راكبه فيرون شيء جيد، انت ترى ان هذا شيء جيد هم يرون شيء جيد خلاص كويس، يعني زي ما تقول بركب سياره بادي روز رايز بس الماكينه حقتها حق ديتسون، المهم اهم شيء الناس يشوفوني راكب روز رايز، ما يحتاج يعرفون الماكينه عادي، هذا طريقه التفكير خلاص كيف استمر، بس انا اعطيك واقع منطقي. هذا شيء لا يمكن تناقشني فيه، ان جمال الخيل جمال قوه عبر التاريخ، جمال الخيل جمال قوة، اللي تتكلمي عن الفترة الحديثة تخليها تاريخ، يعني ممكن يجيك واحد يقول لك العالم تطور وغرض الخيل اللي في الماضي انقرض، خاصة عند العرب، ما عاد في تسمع حصان معك، انتهى الموضوع هذا خلاص، هنا نبغى نسوي غرض جديد للخيل هو جمال، هنا نعم هنا مو مشكلة، هذا رأي يحترم، خلينا نقول تقول لا خلاص الآن طريقة تفكير الناس في الخيل العربي المفروض تتغير، الخيل العربية حاليا هي خيل جمال انتهى، حلو هنا ممكن تناقش كيف لا تقولي كانت حق الجمال. لا تقولي الخيل العربية حاليا غرضها هو نفس الغرض الأول، لا لا ما على كيفك تماما، يعني يختلف اختلاف جذري. ما في كلام. فجمال الخيل جمال قوة. ما هو جمال القوة؟ مو مصارعة. جمال القوة مو معناتها مايك تايسون. جمال القوة قصدي يعني أنه جمالها مرتبط بقوتها، قوتها على ماذا؟ قوتها في ماذا؟ قوتها في الكرة والفر. قوتها في التحمل المسافة الطويلة، والركوب الفترة الطويلة. قوتها في خفتها. أليس من أهم أسباب قوة الكونغ فو سرعتهم؟ الشاب اللي جاب لي كونغ فو ملاكمة أو كيك بوكسينج صفة كم واحد وفاز عليهم كثير، 6 أو 7 مرات ما انهزم، عمره 70 سنة ب 60 سنة، شايب اشتهر،
سر الكونغ فو سرعته، اضافه الى امور اخرى. السرعه قوه، الخفه قوه، والرشاقه قوه على سنع. بس هم خلوا الرشاقه في الضعف، خلوا الخفه في الضعف، خلوا السرعه في الضعف. الادعاء. فلما تقول قوي جميل ما ارى انها لغويه منطقيه. انك نقول مثلا هل اشتري سياره قويه ولا اشتري سياره جميله؟ البورش مو جميله، الفيراري واللامبورجيني مو جميله، اجمل سيارات لكنها سياره قويه، جمالها جمال قوه. لان في سيارات جمالها جمال كشخه، هنا سيارات ما تتكلم عن خيل، لكن الخيل جمالها جمال قوه، خاصه عند العرب، خاصه في الماضي. هذا رايي في موضوع النقطه هذه. التراكيب الخيل تتفاوت، في خيل جيدة في خيل سيئة، في خيل أصايل كدم لكن قطعته ما حولك أحد، وفي حصان قطعته حلوة لكن دم ما حولك أحد. إذا تبغى تتكلم عن القطعة بصفرنا عن دم، جبت خيل متقاربة من جميع النواحي. اللهم القطعة تختلف، فكل قطعة أحسن شيء معين. تكلمت عنها كثير في مقاطع الفيديو، القوي يبغى القوة والخفيف يبغى الخفة والمد يبغى المد. كل واحد أحسن في غرض. وبالنسبة وش أحسن لك أنت كشخص أنت؟ إن كنت قوي القوي أحسن لك، إن كنت مدي المدي أحسن لك، إن كنت قصير القصير أحسن لك. انتهينا. الضعيف والقوي، ضعيف وقوي واقع. القوي أحسن من الضعيف في أمور معينة، والضعيف أحسن من القوي في أمور معينة أخرى. والضعيف قد يكون جميل وقد يكون قبيح، هنا رأي يختلف فيه الناس. أنا أرى قبيح، أنت ترى جميل. أنا أرى الأكلة ذي حلوة، أنت ما تحبها. أنا أرى الحصان ذا جميل، أنت ما ترى جميل. والعكس صحيح، فرس أو يهو. وكذلك في القول، لكنهم ما يبغون يقولون جميل قبيح أو جميل قوي يسلكون لك، وأنت ما تبغى تقولهم قوي ضعيف، قلت لهم قوي جميل تبغى تسلك لهم. ليش نسلك بعض؟ قوي وضعيف ثم نسميهم جميل وقبيح على كيفنا. واقع. هذا رأيي في موضوع القوة والجمال. والله عم بص